خلينا ناخد رأي واحد من النجوم الكبيرة جدا للنادي الأهلي، وواحد من أهم اللاعبين في النادي الأهلي لفترات طويلة جدا، النجم الكبير كابتن عماد النحاس. برضو أول حاجة، أول سؤال هسأله لكابتن عماد عن جمهور عاش فترة كبيرة جدا مع جمهور النادي الأهلي ويعلم تماما، والحمد لله إحنا لما كنا بنلعب ما كان الكابتن عماد بيلعب كان الجمهور بيبقى مالي الاستاد سواء في التمرين أو في المباريات. عمدة، ازيك يا كابتن اسلام؟ ازيك يا كابتن عماد، اخبارك يا حبيبي؟ يا كابتن اسلام كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك والاسره الكريمه يا حبيبي. ربنا يخليك يا عمده، ربنا يخليك يا حبيبي. طبعا انت بتتكلم، خليني اتفضل. اتكلم في موضوع مهم جدا. طبعا احنا دايما يمكن الواحد من ايام اللعب يعني بيقول ان جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد. في ناس بتقول دايما ان الجمهور هو رقم 12. لكن كان ايام اللعب او الواحد لما كان يطلع يتكلم على جمهور النادي الاهلي كان بيقول ان الجمهور هو رقم واحد، بيديك الدوافع ويحسسك بالامان وان انت في ظهرك فعلا جمهور يشجعك ويساندك. وشفنا في اوقات كتيره يعني كسبنا وجوات علينا في ايام وحشه وخسرنا. بس ما تنكرش يا عماد، انا اسف قبل ما تكمل، ما تنكرش الايام الوحشه هي ماتش واحد. بس برضه انت عارف ان النادي الاهلي يعني ماتش النجم الساحلي، لكن الحمد لله غير كده ما فيش. بفضل ربنا طبعا الحمد لله يعني. يمكن حتى الموسم ده بيفكرني انا على المستوى الشخصي بموسم 2005 2006، يعني مش 2004 2005. الموسم اللي احنا فيه دلوقتي شبيه يا اسلام. صحيح، بنفس عدد البطولات، الخمس بطولات اللي شاركنا فيها، السوبر المصري والدوري وكاس مصر والسوبر المحلي، السوبر المصري وبطوله افريقيا ومشاركتنا في كاس العالم المركز الثالث او برونزيه العالم. كان موسم مميز بالنسبه لنا يعني الجيل بتاعنا، موسم بدون هزيمه، عدد الاهداف اللي دخل فينا كانت قليله، تقريبا 10 ماتشات كلين شيت ورا بعض ما دخلش فينا جوان، اقوى خط دفاع، كل الارقام دي اللي النهارده هنتكلم فيها برضو مع النادي الاهلي. فوز ان شاء الله يكمل الدوري في الثلاث مباريات وان شاء الله يكون دوري ما فيهوش هزيمه. طب معلش يا عماد، لانه احنا في 2007 تعرضنا لهذا الامر، في 2007 تحديدا عندما فاز النادي الاهلي بالدوري. مستر مانويل لو تفتكر ادى اجازه ل 14 لعيب مش 11، وهو نفسه خد اجازه وكان منهم مباراه الزمالك، كان فاضل 6 او 7 مباريات، كان منهم اسماعيلي وزمالك، كان منهم اسماعيلي وزمالك لو فاكر انا. لا انا فاكر مظبوط. موسم 2007 ورجعنا على مباراه الكاس، ورجعنا على مباراه افريقيا، كسبنا مباراتين، الهلال على ما اتذكر وحد تاني. لا ورجعنا كسبنا الاسماعيلي في الكاس مصر 0، وكسبنا الزمالك نهائي كاس مصر 4-3، وبعد كده لعبنا بقيه المباريات. بدانا الهلال السوداني تقريبا كان معانا في المجموعه واسف ابيتشان، وده النهائي اللي هو وصلنا فيه اسلام ل 2007. يعني هو ده الموسم اللي وصلنا فيه للنهائي. انا معاك ان ده، بس ده يعني معلش موضوع تاني حته راحه اللعيبه. لا ايوه، وانا كنت عايز اسالك في كده، يعني هنا مانويل جوزيه شايف ان هو لا هريح اللعيبه، لا ما هو هنا بيريح برضه، كولر بيريح، ولكن في مع مانويل ادى 14 لعيب وهو خد اجازه وسافر خلاص. مظبوط، الوضع شويه مختلف. اتفضل. هنا تدور اللعيبه كان من بدري من اول الموسم. اوكي، كان منها المدير الفني اول موسم ليه. اوكي، عايز يشوف اللعيبه، ما كانش ينفع يثبت التشكيل بالنسبه له، عايز يوقف على امكانيات كل لعيب. بدليل انت يعني كل مباراه كان فيها تشكيل مختلف، على الاقل في تغيير اثنين او ثلاثه، ممكن يبقى في اربعه، ممكن يبقى تغيير لعيب واحد في الملعب، لكن انا بقول لك كان في توابل. يعني خط الدفاع اول ما بدانا كنت بشوف عبد المنعم مع متولي مع محمد هاني مع علي معلول. ايوه، متولي اتعور خلاص دخل ياسر ابراهيم، ياسر حد فيهم غاب هتلاقي رامي رفيع، هتلاقي الموضوع بتكمل. حتى شفنا خالد عبد الفتاح لعب باك رايت، لعب باك ليفت، لعب مستاك، ناس كتير نص الملعب. بدات الدوري بديانج وحمدي فتحي وسوليه، لما جه مروان بقى مروان وحمدي فتحي وسوليه وسوري وديانج. ومع وجود في تغيير، فانت مفيش لعيب زي الجيل بتاعنا احنا مثلا ال 13 14 لعيب كان هم دول الموجودين وانت بتدور في دول بس. وكان بيحصل عندنا مع تلاحم المواسم كان بيحصل عندنا اصابات كتير. صحيح. فهو السنه دي انا بشوف انه تفادى حاجات كتير. وفي نقطه برضو مختلفة برضو شوية، من آخر خسارة وبعدها النادي الأهلي مش هقول بفضل ربنا ما خسرش تاني، مباراة صن داون 5-2 مظبوط، نص التحول يعني مش عايز أقول غريبة جدا يعني. من مباراة كانت ممكن تأثر عليك نفسيا ومعنويا وتأثر عليك في النتائج،
لكن شفنا بعد كده انطلاقه مهمه جدا. وحاجه تاني برضو اوضه اللبس، علاقه اللعيبه ببعض، وده اللي بتشوفه النهارده. لما حسين الشحات يجيب اجوان يروح لزمايله اللي بره، لما كهربا بيجيب اجوان يروح لزمايله اللي بره، النهارده طاهر اللي ما كانش موجود الماتش اللي فات لما بيجيب اجوان يروح لزمايله الناس اللي بره. دي حاجات يا كابتن سامي انت عارف ان دي حاجات اوضه لبس اكتر. صحيح، حب اللعيبه مع بعض. هو ده سحر النادي الاهلي بالمناسبه. أكيد. يعني أكيد. هو ده السحر اللي بيودي للنادي الاهلي او بيخلي النادي الاهلي ياخد عدد كبير من البطولات. لا، ما هكلمك على حاجه تاني برضو شويه بعيد، محدش اتفضل يعني كتير هيتكلمك فيها. ايمن اشرف نموذج للاعب كبير كان موجود في النادي الاهلي او موجود حاليا في النادي الاهلي على مدار الموسم، انا ما سمعتش صوت ايمن اشرف حقيقي من لعيب بيلعب مع كل الاجهزه اللي قبل كده وخد بطولات من اول بطوله 2020 وكابتن من الكباتن. ده فعلا تقدر تقول عليه فعلا كابتن من الكباتن. ده برضه اوضه لبس برضه. ان لعيب ما تسمعلوش مشكله، ما خدش فرص لعب زي اللعيبه الثانيه، لعيب ممكن يكون اتخذ فيه قرار من بدري، لكن ايمن اشرف ابن من ابناء النادي الاهلي. حقيقي. اللي يستحق انه يلبس شرط الكابتنه في النادي الاهلي، وانا عارف ان مفيش حد كتير يتكلم على نموذج زي ايمن اشرف. لا الحقيقه تاني ما بيلعبش. اتفضل. يبقى في مشاكل، يبقى في كلام في اوضه اللبس، يبقى في كلام. لا الكلام ده نهائي، ولا شفت تصريح لايمن اشرف انا بلعب او ما بلعبش. انا كنت بلعب الموسم اللي فات واساسي، واروح منتخب مصر واساسي. صحيح. ولعبت اخر بطوله، بطوله افريقيا، وموجود السنه دي رغم ان هو بعيد تماما. ما سمعتلوش صوت. ده انا بقول لك ده من اكبر الناس المؤثرين جوه اوضه اللبس، ايمن اشرف. تدوير طبعا اللعيبه ده شيء. معلش قبل ما نسيب نقطه ايمن اشرف، خليني اقول لك نقطه مهمه جدا. انا متاكد، انا ما عنديش معلومه وما اعرفش، ولكن انا متاكد ان اذا انا ما اعرفش برضو، انا ما بقولش معلومه، اذا خرج ايمن اشرف من النادي الاهلي الموسم القادم، اذا انا ما اعرفش. لا اعتقد ان ايمن، اعتقد ان ايمن هيكرم افضل. أكيد. تكريم. أكيد. انا لان انا دي بقى ممكن اقول ان هي حاجه من اللي بتحصل داخل النادي الاهلي يعني. لا اكيد اكيد النادي الاهلي في الامور اللي زي كده بيقدر لعيبته كويس. شفنا الكلام ده مع لعيبه ونماذج كتير، يعني الناس اللي هي بتمشي على خطى النادي الاهلي بتقدر كويس. صحيح. حتى في تجديد حسين الشحات برضه نفس الكلام، لعيب كان بيحلم انه يبقى موجود في النادي الاهلي، والفرصه لما تجي لك في النادي الاهلي وتعمل الانجازات دي مع النادي الاهلي وتعرض عليك ملايين، انت بتقول انا هكمل طريقي ومستقبلي مع النادي الاهلي. نعم. نفس الكلام لنموذج وليد سليمان لغايه اخر يوم مصمم انه يكون موجود مع النادي الاهلي وينهي حياته جوه النادي الاهلي. وتم تكريمه برضه. اكيد اكيد. الحياه دي برضه يا استاذ تعب بيبقى برضه ليها مفعول سحر زي ما بقول لك عند اللعيبه الصغيره. حقيقي. بيشوفوا نماذج كبيره قدامهم بيمشي على نفس النهج برضه. لما بتشوف لعيب بيخرج عن النطاق وبيتعامل ان انت مش هينفع تخش النادي الاهلي تاني مهما كان امكانياتك، مهما كانت مهارتك، مهما كان تاثيرك، لكن خلاص لو انت طلعت بره مبادئ النادي فانت مش هتعرف ترجع النادي تاني، والنماذج برضه هنا كتير. لا دي من احلى الكلام اللي انت قلته فعلا يا عماد، لانه ايمن اشرف الحقيقه واحد من من الاسماء اللي يجب ان ينظر لها الجميع بمنتهى الاحترام، وده بيحصل بالمناسبه وبمنتهى الاحترام وجماهيريا واداريا وكل شيء وجوه الاداره يعني. لكن موسم مميز للنادي الاهلي. موسم مميز مميز جدا للجهاز الفني. اللي هيتعمل في الفتره اللي جايه اكيد لو في تواريخ للمباريات اللي جايه، لانها فيها مباريات حسم يعني مثلا بطوله كاس السوبر الافريقي لو في تاريخ اظن. هو الراجل طلع المره اللي فاتت وقال لك انا ما عنديش يعني مش عارف احط عشان يحط بلان بالنسبه له للفتره اللي جايه يريح. في الحالات اللي زي دي ما عنديش مواعيد يا عماد، اعمل ايه؟ انت راجل مدير فني كبير وليك اسم. هو 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 دلوقتي اللي بيحصل، انا بريح لعيبتي. عدد لعب الدقايق كتير، الناس اللي خدت وقت وده كتير بتاخد قليل لكن موجودين معايا. لكن في وقت يا كابتن تحس تفصل برضه اللعيب غصب عنه، يعني عايز تحس ان في فرق ما بين موسم وموسم. عايز تحس بالانجاز اللي انت عملته على مدار السنه وتفصل عشان ترجع تاني مشحون من جديد، وبتفكر في موسم من جديد، وتفكر في البطوله اللي جايه دي هعمل ايه فيها، بطوله افريقيا هبقى جاهز. لما ما بتفصلش انت بتحس ان الايام خلاص بتبقى شبه بعض. ما بتلحقش ان انت دماغك تاثير ضغط المباريات بيأثر عليك برضو مهما كان في روتيشن ومهما كان في تغيير ما بين اللعيبه. لا برضو اللعيب والله حتى لو اسبوع هيفرق معايا. طبعا
اسبوع انت وترجع تاني وتخش فتره اعداد مصغره وتبدا تخش في الماتشات صحيح مره تانيه. لكن طول ما انت متواجد لا انت برضه بتخش معسكر، انت برضه ليك وقت، هيبقى تاخد عدد دقايق يعني هتلعب، هتيجي تتمرن كل يوم، هتتمرن كل يوم، فانت صح فبرضه غصب عنك انت لسه بتفكر، ما انت ومطالب ان انت تحافظ على مستواك صح. لكن لما معلش بقى بالبلدي بتاعنا كده، لا شيل الفيشه. هو طب هل ده ممكن يحصل؟ ما هو انت عندك مثلا مباراه اللي انا اعرفه، انا بقول لك هي اخر الشهر ده عندك مباراه الداخليه في الكاس، وهي يعني بالتواريخ 3/8 تقريبا، عندك 30/7، عندك 3/8 تقريبا بالظبط، 4/8 يعني انت برضه كمل 4/8 ماشي بقى يا جماعه، بس الدوري 15/9 ده اللي اعلن. السوبر الافريقي اعتقد السوبر لو اتحط لو اتحط تاريخ برضه، لما يكون في امور يعني قدامك تواريخ تقدر تشتغل عليها، انا بقول لك هتقدر تحدد، تقدر تقول اجازه 3 ايام 4 ايام. نتمنى ان هو من هنا ل 3 او 4/8 يحصل او يتم وضع تاريخ عشان ما يحصلش تلاحم مواسم بالنسبه للعيبه، واللعيب يقدر يركز في الفتره اللي جايه، لان انت برضه عايز تحافظ على اللي انت عملته طبعا، وتقدر تحط دوافع جديده للعيبه، دوافع جديده للجهاز الفني، في تحديات جديده بالنسبه لك، الدوري اللي غاب عن النادي سنتين النهارده بيرجع للنادي تاني، لا ده انت عايز تحافظ عليه بقى النسخه 44، مش هتفكر ان 43 خلاص في دولاب النادي صحيح، لكن انت عايز تفكر في النسخه 44 هتيجي ازاي، المنافسين اللي قدام منك برضه هتعمل ايه، فتره دعم للعيبه، مين هيطلع مين هيجي، عندك سوبر افريقي او عندك الدوري الافريقي، عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كاس عالم، عندك تحديات كبيره جدا، محتاج ما يخيبش منك لعيبه. كل معظم الفترات اللي كان فيها اخفاقات باما ضغط واجهاد على اللعيبه، سوء توفيق طبعا طبعا، غيابات لعيبه مؤثره في وقت انت محتاج فيه اللعيبه، فطبيعي ان انت تخسر بطولات، ده امر طبيعي. لكن المواسم اللي مش مميزه للنادي الاهلي قليله، بيكون فيها ضغط 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 في ماتشات، ضغط مواسم ورا بعض، لازم يقع منك موسم لازم. صحيح يعني مش صحيح، مش تقدر تحافظ على اكتر يا كابتن اسلام من سنتين او ثلاثه، ان انت تكمل، وعلى حسب المجموعه اللي معاك. فانا اقول مجموعه اللعيبه النهارده كانت قادره ان هي تعمل الانجاز ده، لكن انت هيبقى مطالب منها تحافظ على الانجاز ده، تحافظ على عدد البطولات اللي انت عاملها دي. خد بالك البطولات اللي فاتت ما كانش فيها سوبر افريقي، لكن تقريبا كان فيها سوبر مصري وكاس مصر اللي هو القديم، مش كاس مصر، لسه كاس مصر السنه دي لسه بيتلعب. لكن انت كنت دايما بتنهي الموسم ببطوله كاس مصر صح، وتبتدي الموسم الجديد بالسوبر المصري صح، وبعدين تبدا ماتشات الدوري، بعدين تلاقي ماتشات افريقيا، وبعدين السوبر الافريقي بيبقى جوه الدوري، السوبر الافريقي بعد الدوري، وهيخش بالنسبه لك في موسم جديد. فاللعيب مش عايز اقول لك يبقى جزء، الله يكون في عونهم الفتره اللي جايه. عماد، السنه الجايه في حاجه ولا لسه الدنيا مش باينه؟ والله خلاص الدوري الماتشات بتخلص اوكي، وكل فرقه دلوقتي بترتب امورها اوكي. اكيد الاسم بالنسبه لي الحمد لله فضل ربنا متاح في اكثر من مكان الحمد لله، اللي انا عارفه في مكان او اثنين. الواحد يتمنى السنه دي يكون من اول الدوري، يمكن دخول الانديه والدوري مفيش فترات انتقالات، مفيش اختيارات، انت تبقى مختار اللعيبه اكتر، تبقى عارف محدد من الاول، من اول الموسم اهدافك ايه. هي بحس ان هي اثرت عليا الفتره اللي فاتت صحيح، ودي الحياه اللي عايز افكر فيها، ان بدايه الموسم هي افضل شيء بالنسبه لك، يعني بدايه ان شاء الله يكون لنا نصيب ونكون موجودين من اول الموسم، سواء ان شاء الله داخل مصر او خارج مصر ان شاء الله. يعني انت مدرب كبير يا عمده، وتستحق الحقيقه كل التحيه وكل التقدير. انا بشكرك يا نجم على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن عماد النحاس.